تطهير القلب أهم من تطهير البدن، والخضوع لله بالقلب أهم من الخضوع بالرأس. وسجود ومن فوائد هذه الآية أن المتظاهر بالخير إذا كان قلبه منطوياً على الشر فلا بد أن يتضح أمره. نعم، أن في قلبه مرض خبيث. نعم، هذا ننطلق منه إلى تربية الإنسان نفسه، وأن ينظر الإنسان في قلبه هل فيه سر خبيث فليحذر منه، لأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. طهر قلبه، تطهير القلب أهم من تطهير البدن، والخضوع لله بالقلب أهم من الخضوع بالرأس، وسجود القلب لله أهم من سجود البدن. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. احرصوا على هذا، احرصوا على إصلاح القلب، لا تحملوا رياء ولا شركا ولا غلا للمؤمنين ولا حقدا ولا حسدا، طهروا القلوب حتى لا يختم لكم بسوء الخاتمة. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. اللهم إنا نعوذ بعظمتك من ذلك. نعم، طيب.